كويس الحمد لله. انا عايز بقى سيبنا دلوقتي امبيرنس, هنجيله لان الحديث طويل. ابتديت ازاي وايه بدايتك وايه قصتك وايه موضوعك ولفه كبيره؟ لا عادي, ابتديت اختبارات عادي جدا في زي الناس كلها ما بتبدا في النادي الاهلي. رحت واختبرت ونجحت في الاختبارات, بس استمريت في ناشئين النادي الاهلي لحد ما سافرت بقى على ايطاليا. كم سنه؟ 18, يعني كنت داخل على 18. وقعدت في ايطاليا قد ايه؟ 6 سنين. ثم رجعت على المصري. اخر سنه بس لعبت في بلجيكا, وبعد كده رجعت على المصري بورسعيد قعدت سنه, وبعد كده الاسماعيلي سنتين, وبعد كده الزمالك 3 سنين, وبعد كده المقصه بقى لحد ما خلصت. تخلى للمقصه بس اعاره لسموحه 6 شهور. ايه اللي جابك من بره؟ اصابه قويه شويه, وكان عادي خلصان, فاضطريت ان انا انزل مصر. رحت من ايطاليا لفين بعد كده؟ بلجيكا. من ايطاليا لبلجيكا كانت اخر سنه ليا لعبتها في بلجيكا. ليه ما كملتش في الدوري الايطالي؟ كان عندي مدرب هناك كان ماسكني في ايطاليا, وراح بلجيكا فكلمني وكان عايز اجي معاه, وقال لي تعالى معايا ونعمل سنه كويسه في بلجيكا وبتاع. المهم اقتنعت يعني بكلامه ورحت معاه. افضل سنينك في الدوري الايطالي؟ افضل سنيني, انت افضل ايه؟ افضل فتره لعبت فيها يعني كان موسم 2000 2001 في الدوري الايطالي. اه كنت مبسوط هناك؟ طبعا كنت مبسوط. طبعا واجهت صعوبه في التاقلم في الاول طبعا شويه, لان الاجواء طبعا عندنا مختلفه تماما عن بره, فكان في صعوبه طبعا في الاول, بس بعد كده لما بتبدا بقى تعمل زيهم في النظام اللي هم ماشيين عليه او تخش في النظام بتاعهم, خلاص بتلاقي الموضوع بالنسبه لك مشي. خصوصا ان احنا عندنا لعيبه عندها امكانياتها كويسه, يعني عندنا لعيبه عندها امكانيات كويسه جدا, احسن بكتير كمان من الناس اللي بره كامكانيات فنيه. لكن مشكلتنا طبعا كلها في الفكر, في دماغنا. في دماغنا بالظبط. عندك اولاد ايه؟ عندي كريم الكبير. كم سنة؟ كريم 14, وفي رقية خلاص هتبقى 11, وفي يحيى وياسين 9 سنين, وفي فاطمة الصغيرة ما شاء الله. انت 5 كابتن؟ ربنا يا رب يديك الصحة ويخليهم لك يا رب.